غادي نبداو خصنا 50 قبر، جوج ديال تاغونيت، 32 ديال اكدس، و16 ديال قلعه مكونه. بناء على شهود، ها؟ بناء على تحقيقات الناس اللي ماتوا اللي كانوا تماك. انا عندنا الاسماء، عندنا الاسماء كلهم عندنا، وكاين بعض تبع التواريخ اللي ماتوا عندنا، ولكن خصنا القبور ديالهم. مشينا للداخليه ودرنا الاجتماع، شنو جابوا لنا؟ ثلاثه ديال العمال اللي مسؤولين على قلعه مكونه، اكدس، تاغونيت، تازما مارت، وقالوا لهم المسؤولين في الداخليه، صاحب الجلاله اعطى تعليمات ان هاد الناس تقلبوا لنا على 50 قبر، وتعطى لهم اسبوعين باش نتلاقاو عاوتاني في الداخليه باش يجيو. لما تلاقينا بعد اسبوعين، سبعه القبور اللي لقيتو صح اللي جابوا لينا، كان ذاك النهار يوم اسود بالنسبه لي. سي بودرقة، يعني من الأعمال اللي اشتغلتوا عليها في هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصداركم الكتاب كذلك كان اللي هو مذكرات من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وقفتوا على عدد من القضايا وعدد من الملفات، ونذكروا منها على الخصوص معتقل ديال تازما مارت. هذا المعتقل اللي كان معتقل سري، وانتم اشتغلتوا عليه وزرتوه وشفتوا المقابر اللي كانت في المنطقة والمختفين ومجهولي المصير إلى آخره. شنو ممكن تقول لنا على هذا المعتقل، وشنو كيفاش تعاملتوا مع هذا المبنى اللي كان معتقل سري؟ وفي العيقات تعاملنا مع المعتقلات ككل. نعم. احنا لما بدينا الهيئة ودرنا الاستماع، تعرف أغلبية الضحية كلهم استمعنا لهم، يعني درنا واحد سميتو، بالتالي كانت عندنا واحد الفتره فاش جمعنا المعطيات واستمعنا لجميع الناس اللي كانوا معتقلين، سواء في اكدس ولا في قلعه مكونه ولا في تازما مارت. وملي تكونت عندنا القناعه، عرفنا شحال مات في تازما مارت، وشحال مات في قلعه مكونه، وشحال مات في اكدس، وشحال مات في تاغونيت. تاغونيت ماتوا فيها جوج بالنسبه لينا، هذوك ديال 3 مارس، محاول هاوس وزيدو وحمد. وفي اكدس ماتوا فيها 32 واحد، وعندنا الاسماء ديالهم. وفي قلعه مكونه ماتوا فيها 16، وعندنا الاسماء ديالهم. وفي تازما مارت 31، 32 كان في واحد الليبي. عندنا الاسماء كلها ديال الماء اللي كاينه، ولكن فين هما القبور؟ مشينا ديك الساعه قررنا نمشيو للداخليه باش نحطوا المسائل، وقلنا هادشي مازال ما مشيتوش للتازما، مازال ما مشيناش، قلنا ما دي نبداوش في تازما مارت. تازما مارت كتخلع كتخلع، وبالتالي نمشيو بالتي هي احسن لنا. وراه اذا ما كانتش اراده سياسيه ما ديرش هاد العمل، يعني لو لم تكن الاراده. نقولوا غادي نهضروا من بعد التدخلات ديال صاحب الجلاله في هاد المسائل، وهادي دوله، وحنا راه حتى فاش دارت التوصيه وغادي نرجع ليها من بعد، راه يعني كاين الناس في داخل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تيقول لك حنا ما نديروش هيئه العداله الانتقاليه، ما عندناش الظروف متوفره ليها، وعندهم الحق، ولكن كاينه اراده ملكيه، اذا خصنا نسهلوا هذه العمليه، ماشي تبقى توقف البيطه في الطاس. مشينا عندهم قلنا له غادي نبداو خصنا 50 قبر، جوج ديال تاغونيت، 32 ديال اكدس، و16 ديال قلعه مكونه. بناء على شهود، ها؟ بناء على تحقيقات الناس اللي ماتوا اللي كانوا تماك. انا عندنا الاسماء، عندنا الاسماء كلهم عندنا، وكاين بعض تبع التواريخ اللي ماتوا عندنا، ولكن خصنا القبور ديالهم. مشينا للداخليه ودرنا الاجتماع، شنو جابوا؟ جابوا لنا ثلاثه ديال العمال اللي مسؤولين على قلعه مكونه، اكدس، تاغونيت، تازما مارت، وقالوا لهم المسؤولين في الداخليه، صاحب الجلاله اعطى تعليمات ان هاد الناس تقلبوا لنا على 50 قبر، وتعطى لهم اسبوعين باش نتلاقاو عاوتاني في الداخليه باش يجيو. لما تلاقينا بعد اسبوعين، سبعه القبور اللي لقيتو صح اللي جابوا لينا، كان ذاك النهار يوم اسود بالنسبه لي، يعني كانه ما كانت نتيجه، ما كانش نتيجه،
كانش النتيجه. هذوك الاخوان في الداخليه شعروا بنا انه ما عجبناش الحال. قال لهم مشينا صيتينا مع العمال، قال لهم صافي سيروا الله يهنيكم. بداو كيسميتوا قبل ما نخرجوا من الداخليه باتصالات وبداك المسائل، وصلوا ل 16 ولكن 50 مازال ما وصلناش 50. جينا اجتمعنا درنا اجتماع داخلي، خدينا فيه واحد القرار ان حنا اللي غادي نتكلفوا على البحث وغادي نطلبوا من الداخليه يساعدونا، لان بدون المساعده ديالهم ما يمكن دير والو. حنا ما نقدرش نجيبوا الحراس وما يمكنناش نصنطقوا هذاك. هو ما قال لك يلا بغيتوا، بدينا كنقلبوا، رقينا 57 قبر. خمسة لا 50 50 يعني لا يعني لقينا خمسة القبور زايدين. خمسة القبور اللي كنتم داك حنا درنا 50 لقينا 55. مشكلة هذه عاوتاني، شكون هادو عاوتاني اللي داروا اللي تزادوا؟ إن ما إن لقينا جوج اللي هما محاول هاوس وزايد أحمد في تاكونيت، ولقينا 16 يعني 32 ديال 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 اكدز، ورقينا 16 ديال قلعه مكونه، ولكن في ديك تاكونيت رقينا خمسه ديال القبور زايدين. حتى ما يمكنش حنا دابا حنا كنقلبوا على الحقيقه. ملي جاو هاد القبوره بدينا البحث، اكتشفنا ان في ديك تاكونيت في واحد الخطره يعني كان شي مؤتمر في الدار البيضاء ولا شي حاجه، كيجمعوا الناس تيقول لك لا لاكارت ناسيونال ما عندك شيء، يطلع للفارغونيت تجمعوا واحد المجموعه شي 205 ديال الناس، ومن بعد حطوهم شي مكان، ومن بعد نقلوهم لتاكونيت ونساوهم تما. تماك ماتوا هذوك خمسه. بدينا بالبحث تماك لقينا ثلاثه وبقاو جوج. اول مره مشيتي لتازما مرت مازال مازال نفضيو بعدا هذه مازال ما مشيناش لتازما، مازال ما مشيناش. دابا تنقول لك تازما ما تاخرناها، دابا تنمشيو غير هذوك. دابا الاسماء والشهود اللي كانوا في معتقلين جمع دابا لا دابا هذوك خمسه اللي زايدين خصنا نعرفوا منين جاو حتى هما، لان وهذوك غادي نعوضهم حتى هما. عاد اكتشفنا ان ديك تاكونيت جابوا لي هذوك وماتوا فيها خمسه، لقينا جوج ثلاثه لقيناهم تما، جوج ما لقيناهمش. بدينا كنسقسيو شكون اللي كان، لان ديك الساعه اللي مسجل اللي كيتكلف بتسجيل الوفيات والزيادات ماشي البلديه يعني السلطه القايد ولا الباشا ولا شكون اللي كان مسؤول على السلطه تما. قالوا لنا راه هو عامل في الشتوكا يتباهى. مشينا عنده انا وشوقي الله يرحمه، قال الناس فعلا كاين جوج ماتوا تماك، انا اللي سجلتهم، وهذوك كانوا حنا ما عندنا بهم على ذاك المعتقل ما عندنا به علاقه، ولكن كنعطيوهم ديك التعاونيه ديك التعاون الوطني شي العواد باش يتدفى وداك المسائل. وفعلا صيفطنا عطانا وصيفطنا الاسماء ديالهم وداك المسائل، عرفنا ديك خمسه هذيك.